السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم طبعا مثل ما نقول محاضرة ما تخص البرامج الهندسية، وإنما تخص عملية البحث العلمي الريسيرش بصورة عامة. طبعا أغلبنا يواجه مشكلة بالاستلال، يعني مو إنه يقتبس فد شيء كامل، وإنما تطلع على مشاكل الاستلال بشكل أو بآخر. عنده كتابة بيبر، عنده كتابة مقالة، عنده كتابة رسالة ماستر، أطروحة الدكتوراه، anything. فحتى نتجنب هذا الشيء صراحة، يعني فراح إن شاء الله أساعدكم ببرنامج كلش سهل وسلس وبسيط أيضا. من هذا طبعا بالمناسبة اللينكات اللي خاصة بالبرنامج اللي هسه راح أشرحها راح تكون أوفرهن لكم في صندوق الديسكريبشن، اللي هو البري بوست بري أو البري فريزن، يسوي إعادة صياغة. أول شيء أنت تروح لأي مكان، اليوم أنا بدي أكتب فد مقالة معينة أو أروح إلى بحث معين، أروح للأبستراكت مالته مثلا، لا على التعيين. أنا من رحت للأبستراكت الخاص بي سلكته، تمام؟ شو تسوي خطوات حتى يكون مثل ما نقول الحل مالتك بشكل صحيح؟ تروح لهنا تفتح جوجل ترانزليت عادي من أي جوجل، هو مجرد جوجل ترانزليت تفتحه اللي هو تقدر تترجم بيه إنجليش عربي، تمام؟ حتى تكون بال يعني مثل ما نقول بالسايز الصحيح. كتبته هناي تمام عيني، طلعت لك الترجمه. هذا بشكل عام. فاني هذا هسه مهما اغير بيه ممكن اخطا في مكان ما، خاصه اذا اني ما كنت البيسك مالتي باللغه الانجليزيه كلش قوي او بالاكاديميك رايترته. فشنو اسوي؟ راح اترك لكم هذا اللينك، هذا اللينك اللي خاص بالبري بوست او البري فريزنج مره ثانيه. تروح على هذا الخيار اللي هو ارتكل ري رايت، مجرد ما تضغط عليه ارتكل ري رايت تحول هنا انه البي فريز راح يسوي هذا الاوريجينال الاصل اللي انت راح تدخله، البي فريز راح يسوي راح يكون يعني ادفانس، تمام؟ حولت ادفانس، تكتب النص اللي انت تريد تحول به. بالمناسبه حاول تنصب يعني اكو في التطبيق ابلكيشن اسمه جرامري، كلش مهم كلش مهم، حاول يكون ضمن اعداداتك مال يعني اعداداتك مال البرنامج مال اللابتوب. مجرد ما هسه انت تضغط هذا هو اسمه جرامري، جرامر تشيكر. هم راح اترك لكم اللينك مالته بصندوق الوصف، تمام عيني؟ هذا كلش مهم كلش مهم، يفيدك لان اي خطا يطلع لك في مكان ما راح يشيك لك اياه. فحاول تنصبه، خليه هو ابلكيشن يقول لك تريد تضيفه ضمن الجوجل كروم، اوكي ضيفه، تمام عيني؟ فهاي كلش مهم، يعني في راح يساعدك هو. لاحظ هسه انا اي اخطاء هنا أنا موجوده رانوف، اي اخطاء موجوده راح انه يساعدك انه يصحح لك اياها، فقدر الامكان راح يفيدك بشكل كبير. هذا يعني بصوره عامه تنصبه وتخليه ضمن الجوجل كروم. بعد ذلك تروح للري رايت ارتكل، تمام؟ بعد ما تقول له ري رايت ارتكل راح يسوي لك اعاده صياغه لهذا النص اللي انت اقتبسته، اللي هي عبارة عن ابستراكت لبحث معين. فبعد دي ما تنتظر دي يسوي هنا ري رايت للاقتباس او للنص تكست اللي احنا اخذناه، راح ينزل لك اياه هنا بعد ما يكمله تلقائيا. ينزل هنا، بعد ما ينزل هنا نروح نسوي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية شنو تقول؟ هسه لحظة لأن هنا الكمية مال الكلمات كبيرة فياخذ وقت، مجرد أن بدي أسوي ري رايت. بالمناسبة شكو لينك أنا راح أتكلم عنه راح تركب صندوق الوصف، وهذا الفيديو إن شاء الله تلقونه ضمن الريسيرش، ضمن يعني البلاي ليست الخاص بالريسيرش، لأن يفيد الكل، يفيد أغلب الباحثين بصورة عامة، فهذا الشيء راح يسهل عليهم هواي امور. اكو برامج ثانيه تحول، بس صراحه البرنامج كلش سهل سلس بسيط، التحويل مالته بي ما يحتاج له تعقيدات، يعني هواي امور خاصه تفيد نحن جماعه الكليات العلميه، العلوم والهندسه الطبيه، يعني هاي المجموعات الميديكال ساينس anything. فبعد ما يكمل لك هنا الري رايتنج اللي حسويها تنتقل للخطوة الثانية، الكلام اللي راح يطلع هنا يسوي له بي فريز كونتنت، تفتح جوجل ترانزليت جديد وتضيفه، بعدين تقارن بين هذا اللي الأصلي وبين هذا. أهم
فقرة مهما يكون هاي البرنامج مال التحويل، مرات تذكر لك فت كلمات يعني لازم انت مو فقط مني يسوي لك ري رايت تاخذه خلاص هو هذا، لا اتأكد منه كلمة كلمة، لان مرات يعطيك فت كلمات يعني ما تجوي اخت ويتخصصك هنا ايا كانت الكلمة. هسه لاحظوا راح اشوفكم يا هنا حتى تشوفونه امام عينكم، فهذا الشيء راح يفيدكم. يعني انه انا مو مثلا من سوالي بي فريزنج خلاص راح اخذتها مباشره، لا لازم اتاكد يعني اسوي دبل تشيك المن للكلام المكتوب للمعاني للمفردات لاي شيء، لان هذا الشيء راح يفيدني اني، ما انه لازم اني اتوقف او اكون بمرحله حرجه، فهاي المرحله الحرجه راح انه تخليني ممكن اغير اني المعنى المراد او الهدف المراد من هذا التصنيف، فضروري انتبه كون متأكد. لاحظ هنا انطاني البي فريز كونتين، هذا تاخذه كله بصورة عامة كله تسلكه تختاره توديه الى جوجل ترانسليت جديد حتى تقارن وياه تتأكد من، يعني نرجع ونقول لا احد يبقى معتمد على الري رايت لان ممكن يعطيك معنى انت يعني ما تحتاجه او انت ما تستفاد من عنده، فضروري ضروري تروح تتأكد تسوي دبل تشيك. تمام، دبل تشيك المن للمعنى الجديد، ممكن منطق كلمة معناها راح يقلب لك المعنى بشكل كامل مثل ما نقول، فش تسوي تاخذ هذا هنا تضيفه تروح تلقائيا ما حطيك ترانزليت تروح تتأكد هنا تقارن مع الأصلي. هسه أنا مو أريد لازم يصير تغيير، بس التغيير يكون ضمن المنطق أو ضمن المعقول، أريد أنسمي أريد ريجون غيرها أريد أريا، هسه لاحظ هنا أول كلمة مغيرها أريا هنا مسميها ريجون، أوكي لا بس نفس التغيير. ووتر ريزرفوار شوف شنو هي الكلمة هنا، فحاول أنت قدر الإمكان تتبع، يعني مو فقط إنه شلون إحنا نقول فقط إنه أنت خلص هاي هي، لا لازم تنتبه بعد ما تكمل هذا الشيء تيجي تتأكد هل هو إنه الكتاب اللي سويته الجديدة ممكن أكو بعض الكلمات مو شرط تأخذهم كلها، يعني هنا مثلاً منطقي كتفت كلمة بالأصلي يكون أفضل فأخذ اللي موجودة هنا، فش أسوي أنا بعد ما كملت هذا الموضوع أروح على شغلة ثانية وهي، فبعد ما تنتهي من هذه الخطوة تتأكد من كلمة كلمة ممكن تلاقي كلمة هنا various مثلاً different، لو تغيرت بين various و different بين الكلمتين تشوف انت يا الانسب لك بالنسبة هذا الشيء يتبع تخصصك ويتبع الكتابة اللي انت كاتبه ويتبع البحوث اللي انت قارئها، فتكون يا كلمة اكثر افضل لاحظ، فهاي ضرورة تنتبه لها. بعد ما تكمل هذا الشيء تروح تاخذ هذا اللي سويته انت بالكامل اللي راح تعتمده تسلكه بالكامل تنطي هذا الخيار، تمام تروح على هذا نفس البرنامج هو بالمناسبة بس هذا الخيار عم راح اترك لك اللينك مالته ضمن الـ يعني ضمن الـ ان شاء الله صندوق الوصف الديسكريبشن. شو تسوي هنا تروح تاخذ البارت اللي انت راح تعتمده حتى تتاكد منه مثل ما نقول نسوي له تشيك اب، تمام تروح تقول له هسه تشيك مجرد انه تعطي هذا الخيار انه ام نوت ريبورت، فبعدين تشيك اوكي هسه راح يسوي لك تشيك يشيك شنو؟ يشيك الـ الأخطاء أو الاقتباس أو التشابه، التحاول التشابه الموجود تشوف وين ممكن مرات تغير كلمة واحدة يروح هذا التشابه، كلمة واحدة تغيرها يروح هذا التشابه، فهنا تنتظر لاحظ يسوي لك تشيك أب كامل. هنا هسه زي يقول لي إنه ماكو تطابق يعني مع موجود مع الإنترنت، هذا النص اللي أنت كاتبه هو يونيك كونتنت يعني فريد 100% هاي 100%، فضروري هذا هسه المقطع تقدر انت بعد ما تاكد وتشيك علميا اللي قارنت بين الترجمه الاصليه وبين ترجمه الري رايتنج وتاكدت من الكلام، بعد ذلك تشيكت يونيك اذا لقيت بالمناسبه اذا كانت اكو فد تشابه راح ياشر لك بخط احمر تحت هذا المكان يقول لك هنا اكو تشابه او هذا الاقتباس موجود في مكان ما، اذا كانت ثيوري نظريه ما تتغير فخليها بين قوسين اقتباس راح يشيلها ثيوري، يعني هي خلاص هي ثيوري ثابته، بينما اذا اكو تشابه تروح على هاي الكلمه على هذا التكست النص المعين تشوف شنو الممكن اما تعيد صياغته تحوله من زمن الى زمن
تستخدم فد كلمة مرادفة فوكابلري للكلمة الموجودة هنا، فهذا الشيء راح يفيدك انه الى ان توصل قدر الامكان هذا النوع من التشيك. بعد ذلك تقدر تعتمد هذا النص وتاخذه وتخليه بالملف الخاص بك اللي انت راح تكتب به، سواء قلنا احنا سابقا مقولة او مقالة او اطروحة او رسالة ماستر او anything بحث تخرج بروجكت، فانت حاب انه يكون هذا الموضوع من هذا الاتجاه. ان شاء الله اكون بهذه المحاضرة فيدتكم بهذا الشيء. ارجع واقول لجرامري انه نستبوح، حاول انه يكون هذا الجرامر ببرنامج هذا متوفر جرامري، هذا يسوي لك تشيك للكلمات، هذا حاول تنصبه ويقول لك هل ممكن اضيف الابلكيشن ضمن برنامج جوجل كروم اللي انت تستخدمه، اوكي، او اي برنامج بحث انت تستخدمه، او كذلك هذا اللينكين راح اترك لكم اياه ان شاء الله في صندوق الوصف. التقيكم بمحاضرات قادمه ان شاء الله، دمتم بامان الله وحفظكم.